الورغي، محمد الشلوي، طه الشلوي، فرج عبد الحفيظ، احمد جمال، والشامخ القذافي الظاهر على الصوره امامنا. هذا اللاعب الخطير والمزعج كثيرا في خط هجوم فريق التعاون. امامنا ايضا اكرم الزوي، احد الاضافات الممتازه في هذا الموسم لفريق الاهلي والعوده من جديد للدوري الليبي من جديد. وعلى بركه الله تنطلق هذه المباراه بين التعاون والاهلي هنا على ارضيه ملعب شهداء بنينا. ملعوبه لبلعام، بلعام في الاستلام، يسلم كره في منتصف الملعب، ملعوبه من جديد، نقلت قصيره لصالح فريق الاهلي، فتح اللعب هناك في اقصى الجهه اليمنى، لعب الكره اماميه طويله لمن يقابل هذه الكره، ترجع من جديد الاهليه، فرصه والتسديده ولكن العارضه. هذا الموسم يقدم مستوى طيب، شوف الاستلام الكره في المره الاولى والتسديده على الطاير، لكن كانت الكره اذا خارج ارضيه الملعب، ممكن انها كانت في العارضه ولكنها خارج ارضيه الملعب. امام المدرب فريق الاهلي رادان الكرواتي، يلعب الكرة لحامد كده من جديد، من المدرب التونسي توفيق زعبوب اللي كان لاعب سابق لفريق النجم الساحلي وايضا مدرب لفريق النجم الساحلي، درب في انديه كثيره سواء في قطر او الخليج. شرقات هذه الكره لهمام طارق، ولكن الى اين؟ الى خارج ارضيه الملعب. مراوغاتها في الجهه اليسرى، عديد من اللاعبين سبب بعض اللاعبين التعاون الذين تالقوا في مختلف الملاعب، فاز مباراه واحده، تعادل في مباراتين. كرة صالح فريق التعاون، ماذا يقول حكم المباراة؟ ماذا يشير حكم المباراة؟ يشير إلى ضربة جزاء، إذا ضربة جزاء لصالح فريق التعاون، إذا ركلة جزاء بصافرة هذا الحكم، الحكم الدولي محمد الزروق. هذه ركلة الإعادة والتدخل كان برديقة على الشامخ القذافي ليكسب ركلة جزاء لصالح فريق التعاون في توقيت مهم جدا من الشوط الأول. هذه لقطة الإعادة الحفيظ في مواجهة أحمد عزاقة، ركلة جزاء لصالح فريق التعاون. لمن تقول الكلمة؟ هل تكون أول أهداف اللقاء في هذه المقابلة بين التعاون والأهلي يسجل في مرمى فريقه أمام فرج عبد الحفيظ، وأول أهداف اللقاء؟ إذن هذا هو لصالح فريق التعاون عن طريق اللاعب فرج عبد الحفيظ. لقطة الإعادة، لقطة الهدف صالح فريق التعاون عن طريق اللاعب فرج عبد الحفيظ. ملعوب عند اللافي، اللافي يلعب كرة أمامية، فرصة لصالح فريق الأهلي، وهناك خطأ لصالح فريق التعاون. خطأ للتعاون، اعتماد دائما على الكرات الملعوبة خلف المدافعين. ربما لو يعتمد لاعبي فريق الأهلي على فريق الأهلي على اللعب الكرات العرضية يكون هناك أنجع من ناحية هجومية. اللافي من يقوم بالتسديد جواني، ولكن بورتيغا، ولكن في احضان حارس المرمى. الالوان تمشي كره من جديد ملعوبه لصالح فريق التعاون، لصالح فريق الاهلي همام طارق، همام يسلم كره من جديد لصالح اللافي، اللافي بلعم، تحضير لاعبي فريق الاهلي، تمشي كره عند فاضل سلامه، لعب الكره بالعرض فاضل سلامه والتعادل. هدف التعادل والهدف السادس عن طريق هداف الفريق دائما هيثم الجويري، ليسكن الكره الشباك ويعلن عن هدف التعادل لفريق الاهلي. مباراه مثيره، مباراه مولعه. هذه الكره كانت من علي يوسف، لعب الكره في العرض مرت من الجميع وحطها الى حبيبها الطاهر عن طريق الهداف القناص اللاعب هيثم الجويري. اذا هدف مقابل هدف، تحضر دائما الاثاره في مثل هذه المباريات. مباراه التعاون الاهلي لا تخلو من الأهداف. هذا الهدف علي يوسف في الأسيست، والهدف عن طريق اللاعب هيثم الجويري بمجال التحكيم من موسم 2004. خطأ لصالح فريق الأهلي، هذه كرة ملعوبة في منطقة الجزاء، ولكن خروج طيب، خروج ممتاز من الحارس فتحي الطلحي. هذه الكرة من جديد ملعوبة، وخروج فتحي الطلحي بالبوكس يضع الكرة في الركنية. أحمد الحماري لاعب فريق الاتحاد السابق، فريق الأهلي الأخضر، سولات وجولات أكيد، ضغط عالي هو على حامل الكرة. عندما يطلب أكيد المدرب فريق التعاون، لعب المدرب توفيق زعبوب هذه الكرة لصالح فريق الأهلي، مرور بشكل طيب، لعب الكرة بالعرض والإجابة هذه الكرة، مرت من الجميع في بادئ الدفاعية وما زالت المهاجمة قائمة، ولكن يا خارج الملعب ركلة مرمى. أحمد جمال يسلم كرة أمامية، ولكن علي يوسف بكل اقتدار لحارس أحمد عزاقة.
أقرب للاعبي فريق التعاون في مرة أولى. تمشي كرة سرعة فريق الأهلي، هذه كرة طوال خول وماذا يشيء حكم المباراة ضربة جزاء. إذن ركلة جزاء لصالح فريق الأهلي يعلن عليها الحكم محمد زرو. ركلة جزاء وسوف نشاهد الإعادة. الكرة فاضل سلامة لاعب الكرة كرة بينية هيثم الجويري. لاعب الكرة اللاعب أو لاعب فاضل سلامة اللي مر و هناك وعلى اثر هذا الكره، هذه الكره اللي لصالح فريق الاهلي تقريبا في الاعاده، هذه لقطه الاعاده بالجديد والتدخل اللي كان من محمد عبد الكريم. مع الاثر حكم المباراه يجي بضربه جزاء هيثم الجميلي على موعد مع الهدف السابع. ام لفتح الطلعي، الطلعي لديه هيد راي اخر. هيثم الجميلي الهدف الثاني، الهدف الثاني لهيثم الجميلي، سابع اهدافه في هذا الموسم ليكون ام هدافا لبطوله الدوري الليبي. هيثم الجميلي والفرحه من لاعبي فريق الاهلي من نقطه الجزاء يهدي هيثم الجويني الأسبقية لفريق الأهلي بالتقدم بهدفين مقابل هدف واحد من نقطة الجزاء. هذه الكرة هيثم الجويني يضع الكرة في جهة والطلعي في جهة ويحرز سبع أهداف في هذا الموسم. كان الأهلي يتقدم على صعيد النتيجة بهدفين مقابل هدف واحد من فرحة الجويني بهدف السابع والثنائية لها في هذه المباراة.